بس ام دي هتبقى فلوسها بعد مصاريف الشحن، والله العظيم هتبقى حلوه وهتفيدنا كلنا، لو عايزها حضرتك استخدميها براحتك. ماشي يا حبيبي ان شاء الله ان شاء الله. يا واو يا واو، عشان خاطري والنبي بس احمد حياتي على حضرتك. انت عبيط يا واد، ما قلتلك ماشي. بس يا واو حضرتك مش فاهم حاجه، زي ما حضرتك بقول لك على حاجه وتيجي بعد كده تقول لي ربنا يسهل. جدع حاج. صاحبات ما بين شفاف النادي النادي لا نرجو في اسمي خضيتني يا كلب البحر. ده طبيعي يا بتعدي عليا، مش شايفه الدم ومش شايفه اني متعور، انا المفروض مقلب بتخاف عليا اصلا. بس احنا في كلب البحر يعني اصلا نازل في الارض الحمام وبعدين صحيت كويس مفكرتني ايه اللي بهدلت بيه البنج ده؟ مين اللي هيضحك يا زيك؟ من الغسيل الصبح ولا هي حبجتين عشان كلب البحر الصغير. كلب البحر اللي انا سمعته قاعد يا كلب البحر ما شايبك صح؟ بصراحه اه. طب روح هات. طب ما حضرتك وسعت عشان انزل اجيب. لا ما انت هتروح تجيبه من هنا. اجيب ايه يا ام؟ ده ليه شهون بشبك اهو. ايه ده؟ ما تاكل يا حبيبي ولا امك قال لك ما تاكلش عندنا؟ لا لا يا حبيبتي بتقولي ايه؟ كل يا خالد البحر، كل ما تجيبليش الكلام، كل. حاضر يا خالد حاضر. اتخنقت هنا وعايز انزل اخرج مع اصحابي، عايز 200 جنيه عشان انزل. مفيش فلوس يا خالد البحر ومفيش نزول، كله وانت ساكت. والله طب ما تزعقيش مني بقى. كل يا حبيبي سيبك من امك، يلا عشان عاملين لك بسله باللحمه هتاكل صوابعك وراها. يا ايه الاحمد يا خالد؟ مهما كبرت صغير وانا مهما عليك مش فوق. ايه ده؟ انت ما بتكبرش على لعب الاطفال دي؟ مالكش دعوه يا حبيبي، انا بحب العب العيال الصغيره. بعدين مش عمك امبارح اداك فلوس ملوش تديني منها؟ خد العب لي يا دوبك حلو عليك. طب انا كنت عايز. طب بقول لك ايه؟ تعرف نشر بتاعنا دي في دي؟ ولما هتفها فوق وانت مغمض عينك؟ يا عم ماشي. وانا موافق يلا. طب ماشي، لما تكون جاهز قول يلا. اه اكيد جد انا عالمي وعاء. قلنا 100 مره الباب ما يخبر حد يفتح لي. ماذا بعد اذنك يا بابا؟ ده بس بقى ما فيش فلوس. يا رب كل اللي نشوفه ده حلم. اكيد بحر اكيد بحر اكيد بحر. والله حضرتك انا مش عارف اتكلم في الموضوع ده، هي اللي تتكرر بقى. بص لك يا ليه؟ يا سلام لو اشوفك هادي كده على طول. يا امي طول عمري هادي، ما انا صغير اصلا وانا كنت قاعد هادي جاي لسه ما حدش بيسمع لي صوت. شفتش نفسك وانت صغير؟ لا نسيتك ولا عارف انساكي، بس انا سبتك عادي بهواكي اطلع. مش خلاص خلصت الفيديو بتاعك؟ ما تجيش تكلمني على الشاحن تاني بقى. لا يا معلم انا لسه ما عملتش الفيديو، وبعدين موبايل 8%. عايز ايه؟ عايز امنتج. انا موبايل 10%. حلو انا 8% اقل منك. حلو طب اهدى بس يا ابني، مش هتاخد حاجه. لا والله يا عم يا نهار اسود ونايل امي. يا نهار اسود عاجبك كده يعني؟ عاجبك كده؟ ما انت صعب اللي احنا فيه ده. يا عم انت اللي كنت عايز تاخد الشحن. عايز تمنتج يا عم. يا عم يا عم بس اما اشوفك هيحصل فالاحسن لك امشي ودي. قول يا كلب البحر. قول يا كلب البحر، لو انا بعت رساله لحد يوم الخميس بعد الساعه 12 وقلت له هنتقابل بكره، هل كده انا قصدي على الجمعه ولا قصدي على السبت؟ يا بابا ممكن تمشي الجمعه في الخميس. يا لهوي انت في نظري عيان، فما تكنتش وتيجي تتنطط. انا فوق يا ابن الكتيان، انا لو اكلي بحكه تتربى. بس كده يا زميكس، كنت شاب مظبوط وعلى الجد والجدون. جد وجدون ها؟ ده انا همسككم انتوا الاثنين ارزع دماغكم في ايد الهون. قديمه بقى.
انت يا كابتن البحر انت بتعلمه للواد ده؟ لا يا عم انا بس بعلمه كام حاجه كده حصتين كده عشان يعرف يتعامل مع الشعب وياخد ويدي مع البشريه. يا واد انت مقطع سمكه وديلها. تعالى بقى هديك درس وضحها يا لمبي. حاضر هتوحشنا يا مصطفى. ايه هتوحشنا يا زمكس؟ في زمكس هو هيعمل ايه؟ الان هتعرف لوحدك بقى استاذني. اتكل انت على الله يا حبيبي. يا زمكس قول يا حاج. بقول لك قرب يا حاج. بقول لك كلام سر. اه قول قول. وبعدين بقى في الزول اللي انا قاعد فيه هنا ده. يا لهوي يعني يا حاج دايما بتتكسف كده. يا حاج قرب يا حاج. الحين ليها ودان. اه عسل انت والله مني. كبرنا عليك. كفايه تلزيق كفايه تلزيق يا ربي. ثواني كده يا حاج عشان عارف شكل كده هنزل له. على العميل رقم 38% لم نفسك يا كلب البحر بدل ما انزل لك. شكرا. الله عليك يا حاج حنفي. انت كده بتقدره حاج حنفي؟ ده ايه ده؟ في يا بابا ما تسيب الحاج حنفي هو كده بيزلزل. سيبه سيبه. اللهم صل على النبي. ايه يا حاج حنفي؟ انا مش فاهم انا حضرتك بقالك ساعة عمال تصطاد وفي ثانية رحت انا جبتهم ايه؟ ولا ما تشوفش نفسك صياد قوي. اه؟ انا ممكن اجي اصطاد اكتر من انت بتصطاد 100 مرة. والله يا بابا يعني لو حضرتك جيت تصطاد ولا هتعرف تصطاد؟ طب تعالى. تعالى يا حبيبي. بقول لك يا كلب البحر انت. ما تيجي نعمل تحدي. كل سمكة طلعها بقلم على وشك. حلو الكلام ده. بس لو حضرتك يا معلم ما طلعش ولا سمكة هتديني 100 جنيه. تمام يا سيدي. موافق. البس. اللهم صل على النبي. لا ما تقولش طلعت حاجه ده انت هتاكل ضرب. اللهم صل على النبي يا حاج. ثلاث سمكات في طلعه واحده. انت مرزق. بص يا حاج انت هتاخد قلمين بالسمكتين وسيب لي السمكه الثالثه. انا هدي بيه شبشب على دماغه. من عينيا يا حاج مش خساره فيك عشان جبت تريبل بس المره دي. تعالى بقى. ثلاث سمكات انت حضرتك متفق معاهم شبك. لا انا بص انا طالع قدام عمارك لما خلاص لما اشوف الحوار ده هجيبك. هتروح فين؟